بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم أوفياء للقناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم وصفة صحية، وصفة سمك راح نديروها في الفرن، طريقة سهلة وثمثم توجد، فقط تبعوا الخطوات وراح تجيكم سهلة، وخاصة الأخوات اللي طلبوا مني للأطباق الصحية. هذه من ضمن الأطباق اللي تقدروا تحضروها، وراح تتحصلوا على طبق بنين ياسر ياسر. تابعوا معايا الطريقة بالتفصيل. نبدأ على بركة الله. في المهراس راح نحطوا ملعقة ولا ملعقتين من الكمون، هنا على حساب الكمية نتاع الحوت ولا السردين اللي عندكم. نهرسوها هكذا. انا دائما في السردين نحب الكمون يكون جديد، يعني كي تهرسوه راح يعطيكم بنه هايله. بعد ذلك راح نضيف عليها 3 فصوص ثوم، ونحط كذلك 2 ولا 3 فلفل يابس حار اختياري، ونزيدوا كذلك شويه زعتره، شويه معدنوس مجفف، وشويه بابريكا حار وبارد، وملح وفلفل اكحل. هذو هما البهارات، لكن راح نضيفهم من بعد ما نهرسوا مليح الثوم والكمون والفلفل الحار. هذه الدرسة راح تعطيكم واحد البنة في السردين ولا في الحوت، يعني ما شاء الله. نتمنى انكم تعتمدوها، راح تتحصلوا على واحد الحوت يعني بنين ياسر ومتبل ما شاء الله. بعد ذلك نحطوا البهارات اللي كنت ذكرتها معكم سابقا، ونزيدوا كيف كيف خلطوها مع بعض او نهرسوهم مع بعض. وبعد ما تحسوا انه كامل امتزجوا مع بعضهم، راح نضيفوا لهم كميه من زيت الزيتون، تقريبا 2 مغارف نتاع الاكل. وفي الاخير خلاص راح نضيف لهم نصف حبه عصير ليمون هكذا، هنا على حساب الكميه نتاع السمك اللي عندكم. انا هنا عندي كميه صغيره يعني ماهيش كبيره، وضفت لها كذلك ملعقه اكل من طماطم مصبره. نخلطوا المكونات كامل مع بعض، راح تتحصلوا على هذا القوام نتاع الدرسه، راح تجيكم مليحه، ما تكونش ثقيله وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه. نبداو نجيبوا السردين اللي عندنا بعد ما نظفناه وغسلناه، وراح نشكلوه بهذه الطريقه. اول حاجه راح نفرغ الدرسه في صحن هكذا باش تساعدني احسن. حاولوا تحطوا كل زوج قد بعضهم هكذا باش تساعدكم وتجيكم الحجم او السمك نتاعكم يجيكم قد هكذا. حطوا هكذا ونغطوها بوحده اخرى تكون من نفس الحجم او نفس القيس، ونزيدوا كذلك نديروا بالبانسو كيف كيف شويه من الدرسه من فوق، وكذلك على الجهه الثانيه هكذا. ومن جهة ثانية كنت حطيت سني فيه ورق الطهي ودهنته بشوية زيت هكذا. ديروا له شوية زيت باش ما تلصق لكمش الكمية نتاع السمك اللي عندكم هكذا. حطوا السمك اللي عندكم كامل وزيدوا له، ديروا طبقة مليحة ثاني من الزيت من فوق. انا هنا استعملت زيت الزيتون. بعد ذلك راح نحطهم في الفرن على 180 درجة بالتقريب 10 دقائق الى 15 دقيقة، نتوما والفرن تاعكم. بعد ما تشوفوهم طابوا من تحت زيدوا حمرهم شوية من فوق، وهذه هي النتيجة تاعهم. شوفوا كيف هتجيكم، راح نحي لكم حبة تشوفوها، وشوفوا كي ديروا الطبقة من الزيت من تحت ومن فوق راح تتحصلوا عليه مقرمش وبنين هايل هايل. نتمنى انكم تجربوه، شوفوا كيف هيجي، وتقدروا ترافقوه مع شويه روز. انا هنا رافقته في بشويه روز ابيض، تقدروا ديروه بالبطاطا ولا بالسلطه. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، بارطاجوا لتعمل فائده، والسلام عليكم.